الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. المسيح مبدأ الانتخابات بكل شفافية، فقد تم التنسيق. وتجدد مدة اختيار نائب رئيس الجمعية العمومية الأستاذ عبد الرؤوف سعيد خميس. مادة 2، اختيار قائمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والتي تتكون من 1، السيد عبد الله محمد الفلاح رئيسا. 2، السيد سعيد محمد يونيس عضوا. السيدة فوزية سالم فرجاني عضوا. السيد عبد الحكيم المهدي الشريف عضوا. السيد عادل عبد الحميد ورفلي عضوا. السيد بلقاسم عمر البارولي عضوا. السيد محمد علي ناجي كريم عضوا. السيد شمسي علي عقيل عضو احتياط. السيد محمد عبد السلام الخنفاس عضو احتياط. مادة 3، يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى بموجب أي قرار تعارض فيما ورد نصه. السلام عليكم. إيمانا منا أن الاقتصاد هو عصب المتواجدون معنا اليوم على هذا في الوقت الذي يتشرف فيه مجلس رجال الأعمال الليبيين بتقديم تحياته وتقديري والشكر لكم على ما تقومون به من مجهودات في إدارتكم للمؤسسة، يود توضيح الآتي: 1، بتاريخ 15/4/2003 وبموجب القرار رقم 74 لسنة 2003 الصادر من أمين الاقتصاد أسس مجلس رجال الأعمال الليبيين وخصه بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة. 2، بتاريخ 6/3/2004 ميلادي صدر القانون رقم 4 لسنة 2004 ونص في المادة 24 منه على جواز إنشاء مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، وبذلك تغيير اسم المجلس وتحديد اختصاصاته. 3، بتاريخ 28/1/2010 ميلادي صدر القانون التجاري الليبي رقم 23 معززاً ومعترفاً بهذا التأسيس، حيث نصت المادة 1350 على مبدأ جواز إنشاء مجلس رجال الأعمال الليبيين يسمى مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، وحددت نفس المادة القيام بكل ما من شأنه دعم مصالح المنتسبين إليه والتعريف بهم في الخارج بما يمكنه من إقامة علاقة وطيدة مع نظائرهم في الدول الأخرى، وبما يخدم الاقتصاد الوطني ومنح الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة. 4، بتاريخ 25/7/2012 صدر القرار رقم 333 لسنة 2012 من مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري. مع كلمة لجنة الانتخابات وإعلان النتائج من مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى، لقد تحدث من قبل السيد عضو لجنة الانتخابات، كذلك السيد رئيس الجمعية العمومية، وأشاروا إلى دلالة هذه الانتخابات والطريقة التي اتبعت لإجرائها كونها خطوة غير مسبوقة وسنة حميدة خطاها وسنها السادة أعضاء مجلس أصحاب الأعمال الليبيين بتلاحمهم ونبذهم لأي تأجيج أو عرقلة، وحرصهم ونجاحهم في أن تقام انتخابات هذا العام لكل الأعضاء ولكل ليبيا بمركزي انتخاب موحدة رغم بعد المسافة بين مركزي طرابلس وبنغازي وبقوائم موحدة بنفس اليوم والوقت كذلك. فليتفضل. وأن يعود بالخير على المواطن الذي أصبح يعاني ضنك العيش. أين مكان الشباب بالنسبة لمجلس أصحاب الأعمال الليبيين؟ هل عندكم رؤية أو فكرة أو مقترح ممكن يساعد الشباب الانخراط في الأعمال؟ في وحتى كان في داخل المجلس على من إجماع الإشتراك مخفض وبنسبة معينة، وبعدين درع استجابة الشباب، وإحنا المرة دي كسبة للانتخابات هذه في عضو الشباب اللي هو رئيس جمعية الشباب، يعني جمعية الشباب جمعناه في عضو مجلس الإدارة
الشيخ الافكار الجمعيه كلها ويعطي دفعه للمجلس كل الجمعيه. حاله ثانيه فكرنا فيها وما نجحناش فيها للشباب، هذه مندريه حتى من بعض الجماعه ما يعرفوهاش. فكرنا في كان زمان دارت شو اسمها مس محمد تاع اللي دعم الشباب اللي هم داروا لهم لا مش الافراد، الشباب بعد الثوره لا مش حاضر اسماء الشباب اسم معين وكان محاربين وسجلوا اعضاء معينين وكان عدد محدود ومرغوب وفقنا تقرب الدمشق من حتى نصب بينهم بين المصارع كلنا بالفعل كانت فكره صار في خلاف بينهم تاع كنا رئيسها ما عادش صار فيها مشكله هذا كان حول المؤتمر لكن تو وجود رئيس من الشباب معنا والشباب الموجودين هذه ان شاء الله عندها خطوه طويله استاذ محمد حلو السلام عليكم.